السلام عليكم الاعزاز، زيد قولوا لي وصل البارح مجرد صدفه، وصل اللاعبين مع منتخب سيراليون. معليش كاين بزاف ما يامنوش بالعين والسحر والحسد. انا واش راح نطلب معاكم منكم في هذا الفيديو فقط هو الدعاء، الدعاء للمنتخب الوطني بالتوفيق باذن الله تعالى. كل واحد راه يشاهد في هذا الفيديو ارفدوا يديكم معنا وادعوا، وان شاء الله ربي يستجيب لنا ونربحوا في المباراتين القادمتين مع غينيا الاستوائيه ومع كوديفوار وفي باقي المباريات باذن الله تعالى. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم يا حي يا قيوم، اللهم اعلي رايتهم وحقق غايتهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم انك انت وليهم من دون الناس، فانصرهم ولا تخذلهم. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وتحيا الجزائر، وان شاء الله الكاس لنا باذن الله تعالى.